السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي هاني، هاو ار يو؟ كيف حالكم يا عسل؟ ان شاء الله تمام. بنتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق. اليوم ان شاء الله معنا الصفحة الأولى من وحدتنا الجديدة. They are jumping. They're jumping. يلا اسمعها بصوت عالي. They're jumping. Excellent. They يعني هم، وjump يقفز، تمام؟ هم يقفزون، تمام؟ هذا بالنسبة لعنوان الوحدة. اليوم إن شاء الله معنا تمرينين. التمرين الأول بيحكي عن listen and write، حنسمع ونكتب. والتمرين الثاني اللي حنتطرق إليه اللي هو say، كيف نسأل وكيف نجيب على هذا الإشي. ففي التمرين الأول عندنا مهارة استماع، أما في التمرين الثاني عندنا مهارة اللي هو speaking، الحديث. اتفقنا؟ يلا نبدأ في التمرين الأول. في التمرين الأول في عندنا سؤال لازم نتعرف عليه ونحفظه كمان. السؤال بيحكي لي What do you do in your free time? What do you do in your free time? ماذا تفعل؟ وفي عندنا هنا free time. Free time اللي هو وقت الفراغ. فأنا إذا بدي أسأل واحد ماذا تفعل في وقت الفراغ، بحكي له What do you do in your free time? يلا نعيدها مع بعض. What do you do in your free time? يلا كمان مرة. What do you do in your free time? تمام، بدك تعيدها مرة وتنتين وثلاثة عشان بدنا نحفظها. اتفقنا؟ فإذا بدك تسأل أي واحد ماذا تفعل في وقت الفراغ، إيش بحكي له؟ What do you do in your free time? طب يلا أنا بدي أسألك What do you do in your free time? ماذا تفعل في وقت الفراغ؟ لقيت معك أوقات فراغ كتير، إيش بتعمل فيهم؟ Do you play computer games? بتلعب computer games؟ ولا watch cartoons؟ ولا بتتفرج على الرسوم المتحركة؟ تمام. اليوم احنا معنا عدة أنشطة راح نتعرف عليها ونعرف ايش هاي دول الأشخاص بيعملوا في وقت فراغ. نبدأ. Number one، أول صورة في الصور الموجودة معنا اللي هي صورة هالة وسناء. تمام، في الصورة الأولى راح نتعرف على ايش بيعملوا. لاحظ في الصورة ايش بيعملوا. اوكي، عشانهم اثنين كتبنا لهم وي، لا الشخصين جمع، فالجمع بده يحكي عن نفسهم، بده يقولوا نحن، نكتب لهم وي. والصورة هاي اللي هي fly a kite، يلا نسمعها بصوت عالي منك. We fly a kite. Again، كمان مرة. We fly a kite. Excellent، يعني انه طير طائرة ورقية. نيجي على الصورة الثانية. الصورة الثانية عندنا حمزة. ايش حمزة بيعمل؟ حمزة بيعمل جامب. اكسلنت. ايش يعني جامب؟ يقفز. اي جامب. وهنلاحظ لقيت في ملف الاستماع ايش بيحكي. اي جامب هاي. ايش يعني هاي؟ مرتفع. فلازم احفظ هاي الكلمة كمان، هاي. طبعا السبيلينج تبع هاي اتش اي جي اتش، بس حرف الجي والاتش لا يلفظه. تمام، هاي معناها مرتفع. اي جامب انا اقفز، وهاي مرتفع للاعلى يعني عالي كتير. تمام، هذه الصورة الثانية. طب نيجي على بلال، ده نسأل بلال What do you do in your free time؟ طلع على الصورة، طبعا بلال لوحده زي حمزة هيحكي I، فإيش بحكي؟ I play the drums. I play the drums، قلنا معناها بيطبل أو بيعزف على الطبلة زي ما أنت شايف. تمام، فهذه الصورة اسمها play the drums. يلا نسمعها منك بصوت عالي. I play the drums. Excellent again. I play the drums. ممتاز. طيب نيجي على الصورة الرابعة. الصورة الرابعة في عنا هالة. ايش بتعمل هالة؟ لاحظ في سماعات في دينيها، يعني بتسمع. ايش يعني يسمع؟ زي اسم التمرين اللي معنا listen، وفي علامة الموسيقى يعني music، فمع بعض بصيروا I listen to music. يلا اسمع بصوت عالي. I listen to music. Excellent. I listen to music. ممتازين. I listen to music. أنا أستمع إلى الموسيقى. طب نيجي على الصورة الخامسة. الصورة الخامسة قاعد بيجري بيجري بيتحرك بسرعة. فإيش يعني يجري؟ يجري يعني run.
run. فبحكي I run. Excellent. I run. عشان هيك لما بدنا نيجي لوليد ونسأله نحكي له what do you do in your free time. فوليد بيحكينا أنا في وقت الفراغ I run. Run very fast. إيش يعني fast؟ fast يعني سريع. أنا بجري بسرعة. Excellent. طب كلمة fast مين متذكر أخذنا قبل هيك إلها معنى تاني؟ كلمة fast يعني يصوم أو الصيام. لما أنا بدي أقول لواحد أنا صايم بقول له I'm fast. I'm fast. أنا صايم. تمام؟ Excellent. نيجي على الصورة اللي بعديها. إيش بيعملوا؟ بتلعب قاعدة car racing. هذه زميلتنا ريم. فريم قاعدة بتعمل car racing. والcar racing اللي هي لعبة من ألعاب الكمبيوتر. يعني هتحكي I play computer games. يلا عيد بصوت عالي. I play computer games. I play computer games. Excellent. طبعا في الدرس السابق رجعنا هاي الكلمات وتعرفنا على الصور وكمان نسخنا الكلمات. اليوم ان شاء الله رح نسمع لهم كمان مرة ونطع ونكتب الارقام الخاصة بكل واحد. فرح تسمع هالجيت بيسأل في الاشخاص. فلما تسمع الاشخاص ركز. في عنا هنا هالة وسناء, أظن اسمها هالة والتانية سناء. سناء اللي بعدين في عنا حمزة, بعدين بلال, بعدين عنا هالة, بعدين في عنا زميلنا وليد, وبعدين في عنا ريم. اتفقنا؟ يعني أول جملة ايش حتحكي؟ رقم 5 number 5. مين number 5 عنا؟ اللي هو بيجري. فحيسأله What do you do in your free time وليد؟ وليد ايش حيقول لهم؟ I run. I can run very fast. أنا بقدر أجري بسرعة كبيرة. تمام. راح نكمل التمرين. أتركك تسمع. هيك قرأناهم وعرفناهم. فلما تسمع بتركز في الاستماع. إذا واجهتك صعوبة وقف الفيديو وارجع كمان مرة واسمع كمان مرة. اتفقنا؟ أوكي؟ أوكي. So are you ready? مستعدين؟ يلا نسمع. بعد ثلاثة. 3 2 1. Let's listen. خلينا نسمع. Track 49. Unit 15. Period 1. Activity 1. Listen and write. What do you do in your free time, Walid? I run. I can run fast. Bilal, what about you? I play the drums. What do you do, Hamza? I jump. I can jump high. Great. And Noor and Sana? We fly a kite. What do you do in your free time, Reem? I play computer games. And what about you, Hala? I listen to music. I like pop music. وبعد ما انتهينا من ملف الاستماع بدنا نشوف إجاباتك. إذا كانت إجاباتك صحيحة so you are an excellent one and you deserve a clap. تستحق منا كل التحية. إذا كان في عندك أي إجابة خاطئة حابب تعدلها لازم تعدلها. وإذا حابب تسمع للملف كمان مرة حتى تتأكد هذا بيكون إشي تمام التمام. أتركك 10 ثواني مع ما إجابات ملف الاستماع. هيك بنكون انتهينا من التمرين الأول. في التمرين الثاني في عنا listen and say. راح تسمع أسئلة مثل هذا الأسئلة وتحكي الإجابات طبعا. فمثلا راح يسأل What does Bilal do in his free time؟ إيش بلال بيعمل؟ راح أنظر إلى بلال وأشوف إيش بيعمل وأجاوب بهذه الطريقة. تمام؟ لكن إحنا بدنا نستثني هذا التمرين ونأخذ التمرين الثالث. Say في عنا سؤال What does Walid do؟ What does Walid do؟ طبعا وين وليد؟ هاي وليد. تمام؟ ايش بيعمل وليد؟ run اللي هو يجري. لاحظ وضعنا في السؤال does فوق في السؤال اللي اخذناه في السؤال الاول لما حكينا عن وقت الفراغ حكينا do. لاحظ هنا ايش كتبنا؟ do. فدايما بيضع do اذا كان اللي بعديها جمع. فيو انت او انتم.
اللي هي ضمير من ضمائر الجمع، ولكن هي وشي ضمائر ايش؟ المفرد. فموجود عندي وليد، وليد مفرد، فايش رحنا حطينا له؟ does. ما تنسى مع ضمائر الجمع واسماء الجمع بنضع do، مع ضمائر المفرد واسماء المفرد نضع does. اتفقنا؟ what does وليد do؟ ماذا يفعل وليد؟ احنا عندنا في الاجابه 1، فلاحظ انه وليد ولد، ايش بياخد؟ هي، وهي لازم يجي بعديها الفعل زائد الاس. اتفقنا؟ ما تنسى المفرد هي وشي وات، لازم نضع الهم الفعل مضاف له حرف ايش؟ الاس. طيب نيجي نسال عن ريم. What does Reem do؟ شايف استخدام الداز لأنه ريم مفرد. What does Reem do؟ ححكي she لأنه ريم بنت، she وهنا play بتصير plays. ليش حطينا لها s؟ لأنه ريم كم واحدة؟ واحدة. excellent. طب نيجي نسألك على أول إشي، طلع هذه بدناش نحكي does، بدنا نحكي do. What do they do؟ إيش بيعملوا؟ فأنا لما بدي أجاوب إيش بحكي؟ they fly a kite. بعد they وضعنا الفعل كما هو من غير إضافة s. ليش ما حطناش s؟ لأنه اللي قبليها ضمير من ضمائر الجمع، فإذا كان الاسم أو الضمير للجمع لا نضع s للفعل، أما إذا كان للمفرد نضع s للفعل. اتفقنا؟ ما تنسى هذه المعلومات. هل جيت في عنا تمرين واجب إن شاء الله راح نأخذه في البيت ونحله، اللي هو الصفحة التالية. التمرين الأول بيحكي read and write، read and write، فنفس الإجابات اللي حكيناهم، الكلمات اللي قبل شوية حكيناهم موجود عندي، الكلمة بشكل مخربط اللي هو الحروف مخربطة، وإحنا بدنا نعملهم reorder أو rearrange، بدنا نرتبهم. اتفقنا؟ فالأولى P U M G J، فهاي الحروف لما رتبها بتصير I jump jump. طيب هاي ايش اسمها؟ fly a kite. راح اكتب هنا fly a kite. راح اترككم هذا التمرين لك واجب، هذا بالنسبة للتمرين الاول. دائما لاحظ الحروف وتفرج في الصورة حتى ترتبهم بالشكل الصحيح. ما تنسى ضمائر الجمع بكتبهم كما هو، أما في حالة المفرد لاحظ المفرد هي وشي، رح أضع الفعل زائد أس. فمثلا هنا listen to music رح تصير listens، هنا play the drum تصير plays. تمام؟ أما في التمرين الأخير فرح أضع إما هي أو شي أو ذي. اتفقنا دائما إنه هي لمين؟ للولد. شي لمين؟ للبنت. اكسلنت. وذي لمين؟ للجمع. راح نشوف الاسم الأول، حمزة ولد ولا بنت؟ اكسلنت ولد. فايش راح ياخذ؟ هي، وكلمة جنب عشان هي مفرد ايش رحنا وضعنا لها؟ حرف ايش؟ حرف الاس. اتفقنا؟ هذا التمرين اللي معنا اليوم. ما تنسى تراجع الكلمات، تحل الواجب، ودائما تابع دروسك. تمام؟ نراكم في الدرس القادم. Goodbye.